تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح الصحة والسعادة، ويومكم مستمعين الأعزاء مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعينا الأعزاء، الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل له آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. قبل لا نبدأ فقرات برنامجنا لهذا اليوم، أحب أني أرحب أيضا بفريق العمل المبدع معاي اليوم، فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخ أحمد سلامة، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ سعيد المر، وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة. وأيضا من خلال برنامج صحة وسعادة دائما نرحب باتصالاتكم مستمعين الأفاضل على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض فقرات برنامج هذا اليوم، وأول فقرة فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم تحت عنوان دراسة حديثة تكشف فائدة مذهلة للقهوة على صحة القلب. أما فقرة مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، بتكون معنا الأستاذة أسماء الجناحي. فقرة تقنيات استئصال الغدة الدرقية عن طريق الفم، اليوم معاي ضيف الدكتور ياسر أمين عبد اللطيف، استشاري جراحة الغدد بمستشفى دبي، وبنتحدث مع الدكتور ياسر عن تقنية جديدة، وأيضا ضمن مشاركة هيئة الصحة بدبي بفعاليات معرض الصحة العربي، وبناخذ فكرة عامة عن هذه التقنية الجديدة، وأيضا الفقرة الزمنية التي تستغرقها العملية من خلال هذه التقنية الحديثة، وأيضا متى يمكن للمريض العودة إلى العمل والحياة الطبيعية بعد العملية. وأيضا بنستعرض مع الدكتور أهمية هذه التقنية للكوادر وفائدتها للكوادر الطبية ولمرضى الغدة الدرقية. أما خدمات هيئة الصحة بدبي مستمعينا الأعزاء اليوم تحت عنوان جهاز MB لقياس المؤشرات الحيوية، وبتكون معاي اليوم عبر الهاتف الدكتورة خولة الحجاج، مدير مركز زعبيل الصحي، وبنتعرف معها عن هذه التقنية، وأيضا أهم المؤشرات الحيوية التي يتم قياسها، وما هي الفترة الزمنية التي أيضا يتم من خلالها قياس المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان، وما هي مميزات هذه أو هذا الجهاز. دائما نرحب بتواصلكم مستمعينا على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى فقرة مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور اخوي عبد الله، عليكم وعلى كل متابعي اذاعه نور دبي. الله يصبحك بالنور والعافيه اختي اسماء، ويعطيكم الف عافيه. وشو مستجداتنا اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي؟ نحن ما زلنا موجودين في معرض الصحه العربي، وهو اليوم مباشر اخر يوم، لكن نحن خلينا ناخذ شوي اخبار مختلفه شويه عن معرض الصحه العربي. ومن ضمنها كان هناك تغريدة من في حساب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، يقول فيها: افتتحنا اليوم في مطار دبي الدولي أحد أكبر وأحدث مختبرات المطارات الداخلية في العالم لتحليل عينات فحوصات فيروس كورونا، الذي تم تنفيذه بالتعاون بين مطارات دبي وهيئة الصحة بدبي وشركة بيور هيلث
المختبر قادر على تحليل 100,000 عينة PCR يوميا وتقديم نتائج موثوقة في غضون ساعات قليلة. أيضا كان هناك تغريدة أخرى في حساب سمو الشيخ منصور بن محمد إن الشيخ أحمد بن سعيد تقول على نفس الخبر: مع التغييرات الجذرية في إجراءات السفر ونظرا لكون دبي المركز الدولي الأكثر ازدحاما في العالم واستعداداتنا لخدمة الطفرة المتوقعة في حركة المسافرين خلال العطلة الصيفية وما بعدها، فقد حرصنا على تقديم خدمات أسرع وأكثر أمانا وسلاسة مع سيفا البروتوكولات الصحية المطلوبة. أيضا في حساب الشيخ أحمد بن سعيد يقول: وسوف يساهم مختبر تحليل عينات PCR الذي افتتحناه في مطار دبي الدولي من خلال إظهار نتائج سريعة على تحسين تجربة السفر وتقديم خدمة فريدة كما يتوقعها العالم من دبي، كما أن المختبر يمثل صورة رائعة لنهج دبي التعاوني لمواجهة التحديات وتحقيق نتائج ممتازة. هذا كله عن افتتاح المختبر في مطار دبي واللي كان افتتاحه يوم أمس. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن كنا يعني أكدين عليها أو مركزين عليها كتاب تحدي الذي يوثق تحدي دبي ضد في مواجهة كوفيد 19، واسم الكتاب التحدي. موجود الكتاب نسخة منها في منصة هيئة الصحة في معرض الصحة العربي، النسخة العربية موجودة حاليا، فممكن أشخاص يروحون ويشوفون ويتعرفون على هذه الخدمة. أيضا من ضمن الأشياء اللي صارت في منصة صحة العرب وهو كان بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وبحضور معالي عبد الرحمن بن حمد عويس ومعالي الشيخ عبد الله بن حامد آل حامد، قام بمشاركة مجموعة المؤسسات الأربع: مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية وهيئة الصحة ودائرة الصحة بأبوظبي. تم توقيع اتفاقية تعاون في مجال تفعيل آلية الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية عبر تشكيل لجنة وطنية للتنسيق وتولي إدارة المهام. هذه المذكرة تم توقيعها في منصة في معرض الصحة العربي بين الجهات الثلاثة بحضور كل من سمو الشيخ أحمد سعيد ووزير الصحة وأيضا الشيخ عبد الله بن حامد الحامد. تقريبا هالأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونحن أيضا حتى قبل ما نختم نأكد على أهمية أخذ المواعيد قبل الحضور لمراكز التطعيم في هيئة الصحة بدبي، ودائما نقول شجعوا كبار المواطنين وكبار السن أنهم يجون ويأخذون تطعيم أو يستفيدون من الخدمات المنزلية اللي هي 8342. وشكرا شكرا لك أخت أسماء الجناحي. ومستمعينا الأعزاء، تقنية استئصال الغدة الدرقية عن طريق الفم الدكتور ياسر أمين عبد اللطيف. مستمعينا الأعزاء، قبل أن نطلع الفاصل عندنا اتصال من الأخ خلفان. مرحبا أخوي خلفان، صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. الله يحييك أخوي، شاكرين تواصلك ويانا في برنامج صحة وسعادة. تسلم يا طويل العمر. وأنا حقيقة يعني عندي قبطة بالنسبة للخبر اللي سمعته قبل شوي، المطار دبي أنهم بيحطون لفحص PCR 100,000 خلال يوم واحد وخلال ساعات. نعم. رسالة موجهة مني إلى من يهم الأمر في وزارة الصحة أو حتى الجهات المعنية في مراقبة الجودة والسعادة في الحكومة الاتحادية. نعم. أين أنتم من حكومة دبي؟ عندما تقيسهم في حكومة دبي وفي المطار خلال ساعات وعندهم هم ياخذ 5 أيام عشان تطلع نتيجة البي سي آر، أنتوا دكاترة وتعرفون شو معنات 5 أيام. يعني الواحد لو حط اليوم وكان أصلا مصاب وهو ما عنده أعراض، خلال 5 أيام ممكن يعدي 50 إذا ما كان 500. نعم. أين أنتم يا وزارة الصحة من هاي التطورات؟ أين أنتم؟ أنت يوم تدخل الوزارة في ديوان الوزارة تلاقي جيش من الموظفين، وينكم؟ وين المسؤولين؟ انظروا شو تسوي حكومة دبي يا أخي، لا تسيرون بعيد، هذه حكومة عدالكم، سووا مثل ما يسوون، خلوها قدوة لكم. صحيح. هذا رسالتي للوزارة، الله يبارك فيك، إن هناك من يسمع. شاكرين لك، وإن شاء الله يعني دائما جهود يعني مع بعض إن شاء الله دائما للأفضل. شاكرين تواصلك معنا أخوي وما قصر، شكرا جزيلا.
مستمعينا الأعزاء، بناخذ فاصل، وبعد الفاصل تقنية استئصال الغدة الدرقية عن طريق الفم. بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نذكركم بأرقام التواصل مستمعينا على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية 4006. تستعرض هيئة الصحة بدبي مستمعين ضمن مشاركتها بفعاليات معرض الصحة العربي المنعقد حاليا بمركز دبي التجاري العالمي عددا من خدماتها ومشاريعها وابتكاراتها الذكية التي تواكب آخر التطورات العالمية في المجال الطبي. ومن ضمن ما تستعرض هيئة الصحة بدبي تقنية لاستئصال الغدة الدرقية عن طريق الفم. مستمعينا الأعزاء، بنتحدث اليوم عن تقنية استئصال الغدة الدرقية عن طريق الفم، إحدى أو أحد الخدمات المميزة والذكية اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي مؤخرا وضمن مشاركتها في فعاليات معرض الصحة العربي المنعقد حاليا بمركز دبي التجاري العالمي. وبيكون معاي ضيف اليوم عبر الهاتف الدكتور ياسر أمين عبد اللطيف، استشاري جراحة الغدد بمستشفى دبي، وبنتعرف أكثر عن فكرة عامة عن هذه التقنية الجديدة وأيضا الفترة الزمنية التي تستغرقها العملية من خلال هذه التقنية الذكية، ومتى يمكن للمريض أيضا من خلال العملية أو هذه تقنية استئصال الغدة الدرقية للعودة إلى العمل والحياة الطبيعية. وبنتحدث معه أيضا عن أهمية هذه التقنية للكوادر الطبية وللمريض بشكل خاص ولمرضى الغدة الدرقية بشكل خاص، ومتى تم أيضا تطبيق هذه التقنية بمستشفى دبي وعدد المرضى المستفيدين منها حتى الآن. مستمعينا الأعزاء، بناخذ خبرنا لهذا اليوم تحت عنوان دراسة حديثة تكشف فائدة مذهلة للقهوة على صحة القلب. كشفت دراسة حديثة إن تناول القهوة يقي من مشاكل الكبد في المراحل المتقدمة من العمر. وأيضا قال الباحثون أن هذه الذين قاموا بدراسة التاريخ الطبي وحجم استهلاك القهوة لدى نصف مليون بريطاني، أن من يتناولون القهوة تنخفض لديهم احتمالية الإصابة بأمراض الكبد المزمنة بنسبة 21% مقارنة بمن لا يتناولونها. وأيضا ذكرت مستمعينا الأعزاء صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الدراسة أوضحت أن مشروب القهوة يحتوي على بعض المواد التي يعتقد أنهما تساعدان في الحد من الالتهابات الذي يمكن أن يضر بالكبد، وتوجد هاتان المادتان بمستويات مرتفعة في البن المطحون. وأيضا شملت هذه الدراسة 494,585 شخصا تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 96 عاما. وقال أوليفر كيندي، والذي وضع هذه الدراسة التي تم نشرها في دورية بي ام سي للصحة العامة من جامعة ساوثبون، يمكن الحصول أيضا مستمعينا على القهوة على نطاق واسع، والمزايا التي نراها قد تعني أنها يمكن أن تقدم علاجا وقائيا محتملا. مستمعين الأعزاء، ناخذ فقرتنا، فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي اليوم تحت عنوان جهاز إنبي لقياس مؤشرات الحيوية أو المؤشرات الحيوية. وعبر الهاتف معي اليوم الدكتورة خولة الحجاج، مديرة مركز زعبيل الصحي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة خولة، صباح الخير. صباح النور،
صباح النور. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتورة خولة، نحن سعداء بوجودك معنا اليوم في برنامج صحة وسعادة للحديث عن جهاز إنبي لقياس المؤشرات الحيوية، وحابين دكتورة تعطينا نبذة عن هذه التقنية وأهم المؤشرات الحيوية التي يتم قياسها من خلال الجهاز. طبعا أول شيء حابة أقول إحنا طبعا كل ما المستمعين عارفين وكل عارف أن إحنا في الثورة الصناعية الرابعة وأهمية التكنولوجيا وكيف نحن ندخل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في كل مجالات الحياة، ومن أهم هذه المجالات هي المجال الصحي. فطبعا يا فكرة إنبي هي طبعا اختراع أو جهاز مبتكر من شركة إماراتية، منتج إماراتي، في دخلوا في الذكاء، تقنية الذكاء الاصطناعي وجهاز المؤشرات الحيوية. بتكلم عن كل واحد على حدة. جهاز المؤشرات الحيوية هو جهاز مثل تقريبا الجهاز اللي يستخدمون الناس في حساب الضغط، بس لا، هذا في يحسب لنا أشياء أكثر، يحسب لنا 6 مؤشرات حيوية اللي هي معدل نبضات القلب، معدل التنفس، نسبة الأكسجين، الحرارة. وأهم ميزة في الجهاز أنه يقدر يطلع لنا تخطيط القلب اللي هو 12 beat ECG. طبعا الحين اللي متوفر في السوق او الاجهزه من السمارت ووتش والاشياء الثانيه المتوفره، ما في لين الحين جهاز يقدر يطلع لك اللي هو تخطيط القلب لل 12 beat ECG، فهو نفس اللي نحن نسويه في العياده. فهذا هذا المميز في الجهاز، والجهاز جدا بسيط يقدرون يستخدمون الناس في البيوت، يلف على الايد، من تحط بطريقه سهله ومبسطه ويطلع لك كل هذه المؤشرات الحيويه خلال دقيقتين. نعم دكتورة، هل الجهاز يتم يعني قياس مؤشرات اللي تفضلتي فيها 6 مؤشرات حيوية لكل مريض يراجع المركز، ولا أنتم عندكم مثلا مؤشرات معينة لبعض الناس اللي ممكن يعني يستفيدون من هذا الجهاز؟ طبعا هذا الجهاز الحين هو في مرحلة الدراسة التجريبية. نحن قمنا في أول مرحلة دراسة تجريبية للجهاز مع الشركة، وخذنا تقريبا 400 عينة في قطاع الرعاية الصحية الأولية، والحمد لله كانت نسبة المطابقة بين الجهاز المبتكر هذا والأجهزة اللي نستخدمها، الأجهزة اللي هي متعارف عليها في المجال الصحي، بيعوضك عن 3 أجهزة في جهاز واحد، كانت نسبة المطابقة تقريبا ما يقارب 92%. وحين نحن في مرحلة الدراسة المرحلة الثانية، ونتم دراسة على عينة تشمل 3000 مريض، لنشوف نسبة المطابقة بين هذا الجهاز وبين الأجهزة اللي متوفرة أحيانا في مراكز الرعاية الصحية الأولية. نعم، وهل دكتورة خولة يعني فترة الدراسة لي يعني تطبيق هذا أيضا هذه الخدمة؟ الفترة الدراسة أحيانا بتشمل إن شاء الله على هذه المدى الأشهر القادمة، نخلص من العينة اللي نحن حاطينها 3000 عينة، ويقب بنستعرض النتائج كلها إن شاء الله، وبنستعرض متى بيكون متوفر الجهاز وكيف الناس بيقدرون يحصلون الجهاز، لأن الجهاز بيقدرون يستخدمون الناس حتى في البيت. شو المميز في الجهاز؟ أنا ما كملت لك البارت الثاني اللي هو الذكاء الاصطناعي. كيف نحن دخلنا تقنية الذكاء الاصطناعي؟ مثل ما أنت عارف أحيانا الناس مو كل شخص أول ما تستوي الأعراض يتوجه للدكتور أو الطبيب. أحيانا الناس تدخل الأعراض في أي محرك بحث بسيط ويشوف شو هو ممكن التشخيص، وعادة هذا التشخيص يكون غير دقيق. ليش؟ لأن هذا محرك بحث بسيط، ما في لا تقنية ذكاء اصطناعي، لا يقدر يتعرف على شو الأعراض اللي تتداخل مع بعض. هذا الجهاز أنت تقدر اليوم تدخل العرض اللي عندك، ويقف يبدأ يسألك الأسئلة أو يأخذ الهيستوري، نفس اللي نحن نسويه في العيادة، نفس الطبيب اللي يوم يأخذ الأمكن هيستوري يسأل ويشوف شو الترابط أو بين الأعراض، ويقدر يعطيك الديفرنشال دايجنوسيس اللي هو التشخيص المحتمل. فما بيعطيك التشخيص النهائي، بس يقولك الاحتمالات، وإذا كان مثلا المؤشرات الحيوية أو الأعراض اللي عندك أعراض هي حرجة أو تحتاج على طول، بيعطيك مثل ألرت أو ينبهك أن أنت لازم أحيانا تأخذ تستشير طبيبك. وفي خاصية في التطبيق نفسه بيكون متوفر إن شاء الله، أنك أنت تقدر تحجز موعد عن طريق الطبيب التطبيق عن موعد التليميديسن، ولا عن طريق تشوف الطبيب الأسرة على حسب
شو أنت يطلع لك في الجهاز، وهو الجهاز من غير هذه التقنية هذا بعد الجهاز وايد بيساعدنا في خدمة متابعة كبار السن. مثل ما تعرف أن كبار السن يكونون يحتاجون متابعة المؤشرات الحيوية، يمكن يكون حد متوفر عندهم، يمكن حد ما يكون متوفر عندنا. نحن اليوم نوفر الخدمة المنزلية، بس الخدمة المنزلية هي فترات معينة بس، طول اليوم ما في حد يتوفر. فنحن إن شاء الله ناوينا نطبق اللي هي فكرة السمارت هوم سيرفيس، اللي هو طريقة المتابعة الذكية لكبار السن إن شاء الله في المرحلة الثانية من المشروع، وإن شاء الله بنعلن عنها متى ما تكون النتائج متوفرة ومتى ما تكون الأشياء مبشرة إن شاء الله، وبتكونون على علم إن شاء الله. نعم. مع الموضوع. نعم دكتورة خولة، أنت ذكرتي من خلال حديثك بأن الجهاز سهل الاستخدام أيضا، فما هي المعلومات اللي ممكن يعني أثناء استخدام الجهاز أن الشخص ممكن يحطها في الجهاز على أساس أنه يعطيه بعض المؤشرات الحيوية؟ طبعا الجهاز هو مثل يعني أنت تحط فيه مثل البروفايل خاص بك، فأنت بتحط الاسم، الرقم الصحي. نعم. بتحط بيسألك حتى عن التاريخ المرضي، والجهاز متعدد يعني مثل الايباد او الجهاز اللوحي. نعم. تقدر تدخل فيه معلوماتك، وحتى كل فرد من الاسره بيروم يدخل معلوماته ويكون له بروفايل خاص، يعني مثلا يكون سجل صحي مثل ما ذكرتي دكتوره، مثل السجل الصحي. نعم. هل يحتاج كل مره دكتوره يعني ان تحطين هاي المعلومات، ولا تتم حفظ هاي المعلومات لمره واحده فقط؟ اذا كان استخدام شخصي في البيت فخلاص هو المعلومات بس تكون محفوظه وبتكون موجودة وخلاص مو بكل مرة. وحين ياسي يشتغلون الشركة، طبعا الشركة فيها خبراء في هذا المجال، ياسي يشتغلون حتى أنه يكون في بايومتريك، يعني يتعرف عليك من خلال الوجه أو مثل أجهزة السمارت فونز اللي متوفرة حاليا، فهم ياسي يشتغلون على هذه التقنية. فخلاص وانس أنك أنت تحط البروفايل مالك، عقب يتعرف عليك يفتح الملف مالك، بيكون متخزن فيه معلوماتك، مؤشرات الحيوية. وفي ميزة وايد جدا جميلة انه هو يتعرف على الذكاء داخلينه فيه، يتعرف على النورمال فاريشن، شو المعدل الطبيعي لجسمك انت. يعني نحن في ناس مثلا يقولون انا ضغطي دائما في النازل، اذا هو هذا الطبيعي لجسمك، فهذا الجهاز يقدر يحدد ان انت هذا المؤشر او هذه القراءة لضغطك هو الطبيعي بالنسبة لك. نعم. يحلل المعلومات في كل مرة أنت تدخلها ويعطيك المعدل الطبيعي لك أنت. صحيح. فمتى ما استوى ارتفاع يعرف أنك أنت لا، هذا مش الطبيعي لجسمك أو مش الطبيعي لقراءاتك السابقة. صحيح. دكتورة خولة، نحن نحتاج أن نأخذ فاصل وبنكمل معاك إن شاء الله برنامجنا، وأيضا بعد الفاصل حابين نتكلم معاك أن كيف ممكن يعني من خلال الجهاز هذا يكون آلية التواصل بين المريض وين ما كان وبين الفريق الطبي. ولكن بعد الفاصل مستمعين الأعزاء بنأخذ فاصل، ومعنا الدكتورة خولة الحجاج مدير مركز زعبيل الصحي، وبنكمل حديثنا معها بعد الفاصل عن جهاز إنبي لقياس المؤشرات الحيوية. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء مرحبا بكم، سهلا ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ودائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-55-14-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونكمل حديثنا مستمعينا الأعزاء ومعنا عبر الهاتف الدكتورة خولة الحجاج مدير مركز زعبيل الصحي للحديث عن جهاز إنبي لقياس المؤشرات الحيوية. مرحبا بك وسهلا دكتورة مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. فنحن قبل لا نطلع الفاصل دكتورة كنا نتحدث عن هاي التقنية، تقنية الجهاز إنبي لقياس المؤشرات الحيوية، وكنا حابين نعرف دكتورة كيف ممكن يكون التواصل بين الشخص اللي يستخدم الجهاز وين ما كان وبين الفريق الطبي المعالج. طبعا احنا شركة إنبي اعتبرت شريك استراتيجي لهيئة الصحة في دبي، ونحن يوم اشتغلنا على الجهاز وكيفية ان نحن نشوف مدى مطابقة الجهاز، نحن حاليا نشتغل بمرحلة ان نحن نربط الجهاز او الارقام او المؤشرات الحيوية في الجهاز
عشان تكون مرتبطة بالملف الإلكتروني اللي هو السلامة اللي بتروح وبعد غير هذا في خاصية اللي هو أخذ الموعد المسبق للطبيب المعالج أو استفادة من خدمة الطبيب في كل مواطن اللي هي تلي ميديسن. هذه كلها إن شاء الله بتكون متوفرة في التطبيق الخاص بالجهاز. دكتورة اعذريني دكتورة خولة أتوقع بنرد بنتصل بك مرة ثانية لأن الخط شوية مش واضح معنا. أوكي شكرا. نعم مستمعينا الأعزاء ننتظر بس الدكتورة خولة الحجاج مدير مركز زعبيل الصحي لتكملة الحديث اليوم عن جهاز إمبي لقياس المؤشرات الحيوية. طبعا من التقنيات الحديثة اللي تستعرضها هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها خلال المرحلة الحالية بمعرض الصحة العربي تقنية إمبي، وهي تقنية جديدة لقياس المؤشرات الحيوية الأساسية لجسم الإنسان خلال فترة زمنية قصيرة جدا. وتحدثنا مع الدكتورة خولة عن هذا الجهاز، وننتظر أيضا أن نعرف معلومات أكثر بالطريقة أو طريقة التواصل بين الشخص اللي يستخدم الجهاز هذا وبين أيضا التواصل مع الفريق الطبي وين ما كان. مرحبا مرة ثانية معنا مستمعين الأعزاء دكتورة خولة الحجاج مدير مركز زعبيل الصحي. مرحبا بك دكتورة. أهلين حياك الله أخوي. نعم نكمل حديثنا دكتورة. نعم واضح الحين. هي نعم دكتورة وايد واضح شكرا. تفضلي دكتورة. كنت أسأل عن كيفية ربط الجهاز بالجهاز الطبية. فنحن مثل ما قلت لك شركة إمبي هو شريك استراتيجي لهيئة الصحة في دبي، فنحن ياسين نشتغل على مرحلة الانتجريشن اللي هو كيف نحن ندخل المعلومات أو المؤشرات الحيوية من الجهاز وأنه يكون واصل عندنا في الملف الإلكتروني للمريض اللي هو المتوفر في هيئة الصحة في ملف سلامة الطبي. فأحيانا نحن شغالين على هالمرحلة عشان كل المعلومات الطبية التي يدخلها المريض في الجهاز يكون متواصل على طول في ملف الطبي، فيكون في توافق بين المعلومات، ومن غير أن التطبيق الإمبي بيكون متوفر في خاصية حجز الموعد مع الطبيب طبيب الأسرة أو عن طريق اللي هو طبيب لكل مواطن التلي ميديسن في حال كان المريض حاب أنه يستفسر أكثر على حسب التشخيص أو حسب المؤشرات الحيوية. بيتم توجيه المريض كيف يتواصل مع الطاقم الطبي. نعم أيضا دكتورة ذكرتي بأن الجهاز هذا يعني من الأجهزة الذكية، فحابين نعرف دكتورة ما هي الفترة الزمنية التي يتم خلال قياس المؤشرات اللي ذكرناها نحن المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان. المؤشرات الحيوية يتم قياس 6 مؤشرات حيوية في نفس الوقت في خلال 2 دقيقتين. طبعا حين ياسين نطوره من الجهاز وإن شاء الله يكون في زمن قياسي أقل، بس حاليا في 2 دقيقتين، وهذا طبعا زمن قياسي بالنسبة لنا. إحنا لو نقارن بالأجهزة اللي متوفرة حاليا فيأخذ تقريبا 10 دقائق زي ما أنت تعطي هذه المؤشرات كلها وتخطيط القلب. صحيح دكتورة خولة، أهمية استخدام مثل هذا أو مثل هذا النوع من التقنيات وبالأخص في القطاع الطبي. طبعا احنا هذه تقنية مهمة احنا لنا عشان نقدر نتواصل مع المريض. احنا نحن لازم نكون عندنا نستخدم التكنولوجيا لمعرفة حالة المرضى اللي نحن نتابعهم. طبعا يوم يتوصلون لعندنا هذه نحن نقدر نوصلهم الخدمة مثل ما وصلوا العيادة عندنا. نحن نبغى نكون proactive يعني نشوف خاصة لكبار السن للناس اللي ما يقدرون يوصلون للعيادة، نحن نعرف عن حالتهم ووضعهم الطبي وهم في بيوتهم. صحيح. نقدر نتابعهم، نقدر ناخذ أي إجراء طبي مسرع قبل ما أن الحالة تتفاقم أو والمريض يتعب. نحن حين متوفر عندنا التكنولوجيا، متوفر عندنا الأجهزة عدة، متوفر عندنا الخدمات كلها، والخدمات كلها تحولت إلى الخدمات الذكية، فلازم نحن أحيانا نواكب هذا التطور ونستخدم التكنولوجيا كلها نتأكد أن المريض يحصل على الخدمات في الوقت الصح، ونقدر يعني نتفادى وايد من المشاكل أو المضاعفات قبل حدوثها.
صحيح. دكتورة، هل التقنية اللي نتحدث عنها نحن اليوم متوفرة في منشآت هيئة الصحة بدبي، أم أن هناك عندكم توجه دكتورة لاستخدامها وتعميمها في مختلف منشآت الهيئة؟ حاليا نحن في مرحلة الدراسة السريرية وتأكيد على مدى فعالية الجهاز، وإن شاء الله متى ما خلصنا من المرحلة الدراسة ومتى ما طلع المنتج أكيد بنوافيكم بالأخبار ونوافيكم بالمستجدات وكيف بيكون آلية توفر الجهاز، هل بيكون متوفر في هيئة الصحة. هذه كل المعلومات بنوفرها لكم من ما نخلص المرحلة الدراسة صحيح. دكتورة خولة الحجاج، مدير مركز زعبيل الصحي، يعطيك ألف عافية، وأنت طبعا وفريق العمل، وإن شاء الله مستقبلا بنرتب هناك حلقات ثانية لمعرفة المزيد حول موضوع جهاز إنبي لقياس المؤشرات الحيوية. شكرا جزيلا لك. مستمعين الأعزاء، تقنية استئصال الغدة الدرقية عن طريق الفم من الأمور التي تستعرض هيئة الصحة بدبي ضمن مشاركتها بفعاليات معرض الصحة العربي المنعقد حاليا بمركز دبي التجاري العالمي، عددا من خدماتها ومشاريعها وابتكاراتها الذكية التي تواكب آخر التطورات العالمية في المجال الطبي. ومن ضمن ما تستعرض هيئة الصحة بدبي تقنية الاستئصال الغدة الدرقية عن طريق الفم. لمعرفة المزيد مستمعينا حول هذا الموضوع، يشرفني أن يكون معايا اليوم عبر الهاتف الدكتور ياسر أمين عبد اللطيف، استشاري جراحة الغدد بمستشفى دبي. دكتور ياسر، صباح الخير. صباح الأنوار، مرحبا. الله يحييك دكتور، وسعيدين جدا بوجودك معنا في برنامج صحة وسعادة للحديث عن تقنية استئصال الغدة الدرقية عن طريق الفم. لو تعطينا دكتور فكرة عامة عن هذه التقنية الجديدة. الله يسلمك. التقنية بتاعت إزالة الغدة الدرقية عن طريق الفم هي جراحة لها عمر الزمني على مستوى العالم تقريبا أقول 6 سنوات، من العمليات الجديدة جدا وغيرت النظرة للعملية الجراحة بتاعت إزالة الغدة الدرقية وجرح الدرقية عن طريق فتحة أمامية أمام العنق، وبتعمل حدبة وبتعمل آلام ولأنه جرح فيه زي زمن إبرة وكذا. فالعلم تقدم وجي يفكر أنه كيف تصل للمرحلة دي بأقل فتحة جراحية. تمت محاولات عدة ومنها محاولات ناجحة جدا اللي هي إزالة الغدة عن طريق الإبر، وثم جات فكرة أنه تزال عن طريق الفم، وكان في ترايلز كثيرة جدا. نحن من أوائل السناتر على منطقة الشرق الأوسط والخليج، قمنا بهذه العمليات من زمن، ومن ثم تبنينا هذه العملية في الفترة الأخيرة، وأضفنا إضافة كبيرة جدا لهذه العملية للخطوات الجراحية بالتم لي يعني تسهل الجراحين أن يدوها بطريقة efficient، بطريقة يعني ممتازة بدون أنه يصيبوا أي أعضاء مجاورة. ولذلك لازم نعمل تخطيط جراحي تشريحي يوضح كيف تزيل هذه الغدة بدون أي مشكلة. فتوصلنا لمنطقة مهمة جدا فيها الغدة وفيها العصب الحائر اللي بيفيد الصوت وفيها الأوعية الدموية اللي هي بتغذي الرأس والمخ. فالمنطقة دي شكل مثلث. سميناها Dissection Under Vision by Assistant Indicators. الابريفيشن اختصار هذه الكلمة، الابريفيشن تيجي كلمة دبي، وهذه المدينة الجميلة الرائعة يعني تضيف العالم العربي والعالم كل العالم. فجاءت فرصة طيبة جدا جدا، قلنا ليش لا نسميها Triangle of Dubai، نسميها مثلث دبي، ده الابريفيشن بتاعه، عرفت كيف اختار هذه الكلمة العلمية. طلعت دبي، ودبي تستحق هذا التكريم العالمي. صحيح. وحتبقى هي يعني أي شخص يعمل العملية عن طريق المنظر، عن طريق الفم، أو عن طريق الروبوتك اللي هو الجراحة الحالية ابتدت في مناطق كثيرة في العالم بدعم الروبوتك عن طريق الجهاز الآلي، حيمر بالمنطقة دي وحتعرف بأن هذا المثلث مثلث دبي. فائدته التعرف على الاستراكشر المهمة، الأعضاء المهمة، عرفت كيف، وبيساعد الجراحين أن يتعاملوا معها بحذر
وبتغنية عالية، وبالتالي موضوع الكومبليكيشن والمضاعفات ضئيل جدا، وبالتالي برضو موضوع التدريب الجراحي بالنسبة لهم بيبقى أسهل، لأنه الادابتيشن للآي مختلف، لأنك تتجه عن طريق التكيف النظر مختلف، لأنك تتجه عن طريق الفم وداخل على العنق، يختلف أنك تفتح وتجي من الأمام. صحيح. فدي بتساعد مساعدة رهيبة جدا، فهي دي يعني حتكون النقطة الغاية هذه الجراحة على مستوى العالم، اللي هي ديسكشن اندر فيجن، لأنه بنعمل بالمنظار باي اسيستنت انديكيتورز. الاسيستنت انديكيتورز اللي هي الحواف تحت المثلث. فبحمد الله نحن يعني اعلنا عنها في الـ على مستوى الـ المنتديات العلميه. نعم. وعسى ختمنا على الصحافه وكده يعني. صحيح. وان شاء الله تنزل في كل المراجع الطبيه ان شاء الله. لان هذا مثلث مهم جدا ويسمى مثلث دبي. وجميل ان تم تسميته دكتور، يعني مثل ما تفضلت مثلث دبي، وهذا بيكون يعني شيء يضيف ايضا لاماره دبي السباقه. نعم. في خدماتها الرائده وخدمات مميزه ايضا. اكيد. وأجمل شيء هذا هو يعني هو اختصار لكلمة dissection. واحد يقرأ دبي، ما دبي just a city، دبي D stand for dissections under vision by assistant indicators. يعني الجراح يعرف أيوه أوكي D stand for what، U stand for إيش، وبالتالي يأخذ الحزر بتاعه الكامل. هي اختصار لكلمة مهمة جدا جدا متنسي. التشريح تحت المشهر بتعريف دلائل مخصصة، أعتقد أكون ترجمتها بالطريقة السليمة. نعم. أعتقد ذلك. نعم. دكتور طبعا دائما يعني التوجه إلى يعني مثل هاي التقنيات الحديثة ويعني الأجهزة الذكية، هدفها دائما المفروض أنه يكون يعني في مصلحة المريض بشكل أساسي، وأيضا مصلحة الكادر الطبي. لو نتحدث معك دكتور عن الفترة الزمنية اللي تستغرقها العملية من خلال هذه التقنية، تقنية استئصال الغدة الدرقية عن طريق الفم، ومتى يمكن أيضا للمريض العودة إلى العمل والحياة الطبيعية؟ شوف العملية دي هي في التريننج كيرف في التعلم، شفت كيف تأخذ زمن، يعني تأخذ زمن بتاع ساعتين ثلاثة، لكن نحن بنعملها في أقل من كده، يعني عسى نحن تقريبا هي والفتح تقريبا نفس الزمن، يعني في خلال ساعة ساعة ونص بتكون العملية خلصت. أوكي. هي يعني تريننج كيرف، يعني كل ما يعني عملية جديدة في العالم محتاجة النظر يحصل لها ادابتيشن، يتعلم على المناطق التشريحية، تأخذ زمن. صحيح. لكن ما الزمن المخيف، الشيء الأفضل يعني اللي بشجع أنك نعمل هذه العملية، أنه أول حاجة الإسكار بتاع الندبة أو الفتحة الجراحية داخل الفم، داخل الفم الغطاء بتاع الفم مغطى بمادة مخاطية، بيحصل لها هيلينج، بيحصل لها التئام سريع جدا جدا جدا. نعم. بعد المحافظة على الـ يعني الجزء المهم بتاع الهياجين بتاع الفم قبل العملية، this number one. فبالتالي الألم أقل، وبالتالي المكوس في المستشفى أقل، وبالتالي عودة المريض إلى عمله أبدر. صحيح. شفت كيف؟ نعم. لكن العملية هي عملية حساسة محتاجة لتدريب سليم، ولذلك نحن عندنا تعاون مع جامعة الشارقة اللي عندها Institute of Surgical، بنعمل الكورسات دي من 2019 لكل الجراحين على مستوى العالم، شفتها؟ فنحن من أول الناس اللي بادرنا بهذه الكورسات العلمية ومساعدة الجامعة والإدارة تحت البروفيسور نبيل، رجل فاضل جدا. نعم. وبتكفلوا أن يجيبوا الأجسام يعني الكاديفيريك الأجسام من أمريكا اشتروها، ونحن نعمل فيها جود تريننج وكده، لأنه هي رحلة عملية زي العملية بتاعت مثلا إزالة المرارة، إذا ما كان بيعملوا فتحة ضخمة جدا جدا عشان نعملها بالمنظار. نعم. هذه العملية ماشي من نفس المنحة، بعد سنوات بسيطة جدا ما حيف أحد تاني حيفتح من الرقبة، حيخش عن طريق الفم أو حيخش عن طريق الأجزلة الإبط وهكذا، عرفت كيف؟ ده واحد. صحيح. فهي بتقلل الألم. اثنين، الرجوع على المريض مكوسه في المستشفى قليل جدا. نعم. ثلاثة، طلوعه أسرع.
لكن أنا دار أضيف حاجة مهمة جدا، هذه التغنية ما كانت حتظهر إلا للإدارة السليمة. أنا لا أنسى يعني دكتورة إزعاف غازي هي مديرة قسم الجراحة، لولاها ما كنا وصلنا لهذا الشيء، أو ما كنا وقينا من الوحدات الغائدة لهذه النوع من الجراحة على مستوى العالم، أو على مستوى المنطقة أو العالم. فبرضو الفضل يرجع للقيادة، القيادة والدعم المعنوي والوقوف وكده، دي حاجة مهمة جدا جدا خلتنا احنا نتطور او ناخذ خطوات تقدمية للامام. هاي طبعا دكتور دائما توجه الامارات وتوجه حكومة دبي واستراتيجية ايضا هيئة الصحة بدبي، لو تشوف دكتور ان دائما نحو العمل او الادارة الشمولية في حالة اذا كان الانسان مريض يتم ليس فقط علاجه من قبل الطبيب وانما ادارة حالته من قبل فريق طبي متكامل، وهي هي ثقافة اليوم في هيئة الصحة بدبي. نعم لكن نحن نشتغل تيم حقيقة. صحيح. يعني لولا دكتور عالي إسحاق والإخوة من ضمنهم دكتور زيد، وأنا لازم أذكر أساميهم، زيد المازن ودكتور عرفان، هؤلاء الإخوة لولاهم ما كنا إحنا برضو أخذنا جراحة لهذا المصر العظيم. خلنا نقول دكتور الفريق الطبي كامل، دكتور إزعاف طبعا، وأنا دكتور عالي إسحاق هي مرة طبعا بكل التجربة من الجراحين الممتازين جدا. نعم. ونحن تحت الخدمة، أصلا الطب هو عمل لخدمة المجتمع. صحيح. ما فكر مكالمك اللي قلته كله سليم. نعم دكتور ياسر، متى تم تطبيق هذه التقنية بمستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي، وأيضا لو يعني نعرف عدد المرضى اللي استفادوا منها؟ شوف أنا أقول لك حاجة، هذه العملية هي ابتدت يعني زي ما شرحت عالميا جديدة، عرفت كيف؟ ونحن عشان نغلل الكومبليكيشن ما بناخد الشالنجين كيسز، ما بناخد الحالات التحدي يعني الحالات الصعبة لتلك هذه العمليات، نختار حالات بسيطة جدا عشان نبني التجربة بتاعتنا العلمية السليمة ونتعرف على المنطقة بطريقة أفضل، وباشتراك مع الإخوة من مناطق مختلفة في العالم بيعملوا نفس العملية في الندوات العلمية، نتوصل لأفكار معينة، وهذا يغلل المضاعفات. صحيح. لكن نحن عسى حاليا كسنتر في المينيمال اكسس عملنا عدد ضخم، اعتقد ما اقل اعتقد من 100 100 حالة مرت عليها في المينيمال اكسس، نحن نعملها بطرق مختلفة. اعتقد نحن السنتر ما دار اقول الوحيد، لكن السنتر من عدد السناتر البسيطة جدا في المنطقة وفي الشرق الاوسط بنعمل هذه الغدة، هذه الجراحة عن طريق المينيمال اكسس بكل اشكاله، الابط عن طريق الفم. نعم. وده يتوقف على يعني المريض موافقته لهذه العمليه. نعم. فنحن المريض اهم حاجه يكون مقتنع ويكون فاميليار، لانه العمليه جديده دائما بيكون في رفض او عدم قبول، عرفت كيف؟ نعم. فده برضو عامل كبير. صحيح. جدا، عرفت كيف؟ نعم. لكن نحن ماشيين عسى، ماشيين لخطوات ضخمه. شكرا. كل سنه بنمشي لخطوات ضخمه وتدريبات. نعم. ضخمه. شكرا دكتور. شكرا جزيلا. الله يسلمك دكتور، والله سعداء جدا وجودك معنا اليوم. الله يكرمك. وتقنيات جميله ودائما يعني تتحفونا بهاي الخدمات المتميزه بهيئه الصحه بدبي. الله يسلمك. الله يبارك فيك دكتور. شكرا جزيلا. مستمعينا الاعزاء، كان معنا دكتور ياسر امين عبد اللطيف استشاري جراحه الغدد بمستشفى دبي، وحديثنا كان معه عن تقنيه استئصال الغده الدرقيه عن طريق الفم. ووصلنا الى نهايه فقرتنا لهذا اليوم، ونتمنى ان شاء الله إننا قدمنا لكم مادة علمية ومعلومات صحية مفيدة، وهو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أن أشكر فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وكان معنا في التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ سعيد المر، وتقبلوا تحياتنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.